ونرجع معكم الحلقة الثانية. أنا ما أتوقع أن هاي سلسلة بتطول، هاي حلقة تعريفية حلقة تعريفية للعبة هاي اللي بتنزل أول 2018 إن شاء الله، واللي هي ريز أوف إندستريز. نحنا خلصنا أول دكان، سوينا مزارع، الحين نبي نشوف الدكان الثاني جروسري ون، جالس يحصل شيء من المدينة الثانية. أنا قاعد أبيع، أحاول أعوض الخسائر، بس الخسائر اللي عندي وايد. زين شيبه هذا الحين يبى تفاح، يبى تفاح، بس زين عندهم بحيرة. أنا شفت الجزء اللي قبله ما كان فيه بحيرات، فإذا أي حد يبى ماي لازم يروح لين آخر الدنيا البحر ويطرش ماي للبحر منهم البحر. هذا تعديل جميل كان. شو سالفة مع التفاح؟ كل حد ينتج تفاح؟ صراحة مش عاجبني المدينة هاي، بشي ما في منتجات ثانية. هاي سويناها نحن، نبغى شيء ما سويناه. ندور هني. وين وين قاعد انت؟ بتطيح من فوق السماء استوى فيك شيء. عندك بحيرات، عندك مي، في مش دكان واحد، عنده دكان، عنده محل اثاث. اوكي صديقنا القديم ما عنده محل اثاث، هول سيلر جروسري ون شارلينج شوبس شوبس ان تاون بوك ستور. عندنا بوك ستور، وين بوك ستور؟ معقول طافني؟ هذا هو البوك ستور. ايوه نبى مجلات، نبى. انا بفترض ان هاي الماشين عاديه، بفترض بنسحب عليهم شويه. ترى انا يبى بوسترز، يبى نيوز بيبرز، ومن يسوي لنا هالسوالف؟ شوف شو عندهم، فشرمان، صياد، مال مصانع، نبه مصانع، ابروري، هذا مال مشروبات، تكستايل، تكستايل ادوات مكتبية صح. هذا اللي نحتاجه. شو ينتج؟ برودكشن ينتج، يبى صبغ. زين لحظة، تكستايل انا حيده. ما حد شاف صح؟ سوي عمركم ما شفتوا اني هدمته. ممكن شكرا. مشتوي بيبر، ما ادري منه بيبر، ما يكون هذا على الاغلب. برودكشن، ايوه بيبر، شيبة، يبقى خشب، يبقى ماي، ماي عندك، ورق اعرف، بس لا تحشرونه، ما نطرش الحين، ما نطرش. وين بيبر ميل صديقنا؟ هذا بيبر ميل. 1 2 3 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة، طرشنا له. زين يبقى خشب، من ينتج خشب عندنا؟ اكيد واحد من هاي الايرون، غاز، اويل، كول، ساند، ووتر، فشرمان، أوفشور، أويرق. لا ما نبغى أويرق. تقول كروب فارم؟ ما ظني. خشب من وين تجاه؟ مصانع فود، كاربرتنري، يمكن هذا بتروكيميكال. لا بتروكيميكال هم البترول. حين استوى مرحلة الاستكشاف، ها بروحه يبى خشب. أنا با حد ينتج لي خشب؟ أنت با خشب. انقشع، انقشع، اقول لك انقشع. مزكش من شوي صراحة الوضع هذا، ولا هذا ترين؟ ها كاربنتري، يلا خلينا نشوف
24 ساعة. انا متأكد اني توي حطيته صح؟ قولوا لي توي حطيته. هي صح توي حطيته وكان غلط صح؟ اوكي لمبيارد، هذا اول واحد فيه لمبيارد، حطيه وسط الخشب ولا بينتج ولا كيف ولا ينحط اي مكان؟ تشوفه كل مكان قاعد ينحط من الثلاثة بس ما اظن، لان عندنا ثلاث شاحنات بتكون مع اوتوماتيك. ونوديه للبيبر مل، هذا بيبر مل مش بيبر، بيبر ورق، بيبر يعني فلفل. برودكشن يا عندنا ستورج في ماي، صديق هذا بيودي له خشب، بينتج ورق. الورق وين يروح؟ الورق يروح انه يسوي مجلات، مجلات بعد اظن بيبر من نفسه يسويها. من صديقنا بيبر مول يا جماعة، يا بيبر مل تعال، تبي تسوي مجلة؟ شو تبي؟ بس ورق؟ سوي مجلة، ويد مجلة ماجد حق كوميرشال 22 تايلز اللي هو قريب منه. انت يا ابو الورق تو ديستنيشن مصانع، ودي لبيبر مل 2. انزين انا احس اني سكرت على الامتداد المستقبل، بس اظني اروح احط الصوب الثاني. اذا ما كنت غلطان اذا حطيت الصوب الثاني بيكون حل المشاكل كلها، ما عندي مشاكل، امور طيبه. انا بشيء ثاني بنتج بوكس، الناس لازم تقرا، الناس لازم تقرا، لازم تقرا، الناس تحب تقرا صراحه. الاول يقرون الحين نيوز بيبر، بعد يبالي اثنين. شو احنا انتجنا هنا؟ شو اول شيء لحظه، ننتجنا جرايد، نبغى بوسترات الحين ست بوستر، يباله بتروكيميكال بلانت حق البوستر. يا الله اوكي بننتج بوكس، يبا بوكس صديقي، يبا بوكس. ليش بوكس؟ نحن شو قلنا؟ زين نحط الحين بالزيادة على الخشب اساس انتج اكثر. الحين شو قلنا؟ 1 2 3 مي فاكتوريز على البوكس. احنا قلنا هني نحن بنطرش اي مكان ثاني للجلد لين نحصل مكان نحتاجه فيه صح؟ الحين بغير مكانه فاكتوريز بوكس، وبنزيد عربة زيادة هني، خلينا ننتج كتب. المشكلة اللي احنا ما دشينا فايدة، وبعدين ننزل يا حبيبي كنا طايحين فوق عمارة، فلوس قاعد تنزل مش طبيعي ابدا. كيف قاعد نطيح؟ الوضع شوي صعب، الوضع صعب. السكان 126,000 واحد ساكن في المدينة، السكان يزيدون فعلا. زين الحين نبي مصنع كم واحد اقدر احطه؟ عجيب عجيب، رمى حطي اربعة. اوكي ممتاز، خطرت حطيت اربعة برأي، واللي يصير يصير هذا بينها. انا عشان ما كان عندنا بيوت صح؟ كان عندنا بيوت قبل هني ولا هم يول جماعة وبنو؟ انا اذكر ان هني ما كان في بيوت، ارجعوا الحلقة اللي قبلها شوفوا كان في بيوت خبروني. زين وقلنا نبى بتروكيميكالز بلانتس، مصنع البتروكيميكالز. اللعبة شوي اسمحوا لي بعد اللعبة ما نزلت، احنا سابقين الوقت شوي في اللعبة. بتروكيميكالز must be built in non-block tiles، نبنيها هني عند البيوت. حد يحط مصنع بتروكيميكالز يعني. نبى صبغ، عشان الصبغ شنو نبى؟ نبى اويل وفحم عند بعض، عند بعض عند بعض. يعني انت من الاويل اللي يجيك
لانه بعيد. انا شو بسوي؟ فاكتوريز بتروكيميكال بلانت 1 2 3 4 5 6 حط 6 عربات لهناك، وابى احطي للفحم كول. يبي كول يبي. يا الله ليش اشوف بعدي بعدي في المجال. اوكي 100 100 100 100 100 100 ممتاز. يعني شوي ضيعت شوي ضيعت ابو المساحة انا مش شوي، بس مش مشكلة مش مشكلة. destination factories petrochemical سير. هم كلهم نفس الشيء صحيح. اضغط عليهم بس يمكن تقسيم عبارة عن نفس الشيء. هذا المزرعة يمكن نغير مكانها عقب. ولا يا صيح علي هذا هو المتروس يعني عادي. destination to destination factories food factory 1 دكان فاكتوري اللي هو تام 1 2 3. انا فاضي شوي ستوك اللي عندك على امل انه يفضي يعني. المصنع بعد له حدود كمان. شوها شحنة وردية شو اسمه وردي. زين يا صديقي البتر كيميكال وين صار؟ وين الستورج مالك؟ اوكي ممتاز. هذا محتاجين نحطه الى ديستنيشن اللي هو مصنع اللي هو هذا بيكون صح. برودكشن شو كنا نقول نحطي؟ لا هذا كتب كتب كتب. هذا اوريدي حطينا كتب. نيوز بيبر بوك ستور. زين ما قاعد ينتج كتب هذا. لحظة اذا سالفتي بيبر مل ون هذا يسوي لنا ورق شكلها ما عنده، مع انه قريب مفروض ما يكون مشكلة التوصيلات. بس بعد بحاول انه ازيد التوصيل اللي بيننا. حطينا حق البترول هذا بتر كيميكلز وسوينا دايل بروتكشن ليذر. انا مطرش لك يا اخي ليذر. ولا البقر اللي عندي ما فيهم يلد يعني. ايوه ثاني قريب. طرش لك في شحنة صورة انا طرش لك. في شحنة صورة طرش لك. زين بنحط نحن مثلا عثرت ونتفاهم ويا بعد. لا 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 لازم نوفي احتياجات المكتبة. بس من عندنا المشاكل نوصل هذا. لا نوصل هذا مشكلة يخسرنا فلوس حتى لو الشارع موجود. لمبيارد صديقي انت اشتغل انت صديقي. في واحد بنا هني لمبيارد. شو يعني زماط يعني ولا كيف؟ تحدي؟ تعال انت شو بتنتج اصلا؟ بداي بصبغ بوسترز تصبغ ودوين. مش صبغ انت بتنتج بوسترات بتودي لي اياه حق بوك ستور اللي هني قريب. زين بس قبل هذا كله انت شو تحتاج؟ انا هاخذ ستور قام يزيد عندي. تشوز ديستنيشن فاكتوريز ايوه جول بوسترز. طرش حق جول بوسترز. وانت تفل هذا مش قادر ينتج. زين مصنع نبحك البوسترز لو سمحت شوي ورق
احتياجات المكتبة يعني. الناس تبي تقرا، الناس تبي تثقف، الناس تبي تتعلم، الناس تبي. حلو مبدأ اللعبة، حلو. أقول لكم في بيوت قاعد تزيد. لحظة، أنا يتهيأ لي ولا بيوت قاعد تزيد؟ أنت ليش قاعد تبني مدينتي؟ ها؟ ليش تبني مدينتي؟ والله المدينة قاعد تقول يا جماعة، كم شخص كان عندنا؟ 129,000 شيء، 200,000 نفر في المدينة. أيوة قاعد تكبر. ممتاز إن المدينة تكبر، شيء ممتاز. بس هل هذا الإيداد اللي جايين هل هم منافسة أم شو هم يعني؟ سعره مرتفع ليش؟ بنحتاج 2 بيبر من الحين، لأن اللي كان ينتج لنا خشب قبل ما يقدر ينتج خشب الحين. خلاص وصل بالشارع، مشكلة، سامحني يا أخي، لا تزعل. نبغى نسوي بوسترز ماجازينز، ماجازينز يبغى نفس الشيء، صبغ و ورق. بس صنعنا الأولي ترى خلاص ما يقدر يحط البيت. Choose destination factories magazines هي تنقرش له production paper. طبعا paper، بس انت يا صديقي destinations رجع هني paper mill 6. ايوه اللي هو هذا. تفضل عندك ستوك زايد، انت عندك وايد زايد، بس لازم تاريخ اطلع فيها فلوس اكثر. هنا يا جماعة الزكان، الزكان 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 زين. هاي طرشنا الحين حق هذا وطرشنا حق ذاك، وشي يبغى بعد ما طرشنا له حسب يسوي لنا ديستنيشن مالك. انت معروف بتروح المكتب القريب اللي بتبيع الكتب مالك. تعال برودكشن داي ديستنيشن، نختار لك مكان جديد، مصنع الجديد، مصنع المجلات. عثر السيارات، انا على عثر السيارات شكلي بختار سبت عثر السيارات الحين. بس يوصل له، بس يوصل له. الجمعة قاموا يبتدون، قلت لكم شو يبنون في مكان، يجون يبنون عماير ويستانسون. هذا البتروكيميكال اللي سويناه. في عندنا مصانع ثانية يعني نقدر نسويها كاربنتري ولا غيره، بس ابى اشوف هل الدكاكين زياده تطلع يوم. ايوه تزيد الدكاكين يوم المدينه تكبر. نحن هسه نكبر المدينه في الصناعه، فخلصنا نحن الدكان بوكستور، والحلقه الجايه بنخلص اللي بعدها ان شاء الله. فانتظرونا الحلقه القادمه.